اما انا هحكي لكم على حته فصل. امبارح جات لي فاتوره التليفون فيها مكالمات زياده ب 18 جنيه. خيالوا 18 جنيه مكالمات زياده. ما العلم نادر لما بتكلم مع حد. اتكلم مع مين حصرا؟ ثم انا ما عنديش تليفون. رحت المصنع عشان اشتكي، قالوا لي ادفع الاول وبعدين اشتكي. رحت ادفع قالوا لي الساعه 12 والخزنه قفلت، تعالى تاني يوم بقى. رحت تاني يوم لقيت الصف طويل عريض، فضلت واقف فيه لغايه ما وصلت لغايه الشباك. قالوا لي لا ده ميعاد الدفع فات ولازم تدفع 10 جنيه غرامه يا اما نشيل العد. 10 جنيه غرامه يا اما نشيلوا العده. بيني وبينكم انا خفت على العده بصراحه.